مساندة لأهلنا وأبنائنا وشهدائنا وجرحانا في غزة. ننظم هذا اليوم وقفة احتجاجية للتضامن مع شعبنا الفلسطيني الأبي الصابر المرابط، خاصة وبعد الاستهداف الأخير الذي راح ضحيته العديد من أبنائنا بين جريح وشهيد. وحقيقة نحن في هذا اليوم ننعى الضمير العربي الذي يتمثل في الحكام العرب الذين لم يساندوا القضية الفلسطينية إلى هذا اليوم، وإن البعض وإن صدرت من خلاله تصريحات، لأن هذه التصريحات كانت خجولة ولا تنسجم مع حجم التضحيات التي قدمها أبناءنا من أبناء الشعب الفلسطيني. ندعو اليوم ونحن مؤسسة علمية وأكاديمية إلى مساندة القضية الفلسطينية، مساندة حقيقية لا بالشجب والاستنكار، وإنما المضي إلى ما هو أبعد من ذلك. ونحن كأساتذة وكطلبة أخذنا على عاتقنا اليوم جزء من هذه المهمة، فالتحشيد الإعلامي لمناصرة هذه القضية اليوم بدأ من كليتنا وسيستمر عبر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة إضافة إلى السوشيال ميديا. نظمت كلية الإعلام في الجامعة العراقية وقفة احتجاجية على الهجمات المستمرة على قطاع غزة في فلسطين المحتلة. بالتأكيد هذه الوقفة وهذه الاحتجاجات نابعة من شعور الشعب العراقي بشكل عام ضد الهجمات على الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف العراقي هو قديم وموقف ثابت لا يتزحزح أبدا. فهذه الوقفات هذه الاحتجاجات هي أضعف الإيمان ما نقوم به، بالعكس العراقي والشعب العراقي والحكومة العراقية ودائما العراقي يضحي بالغالي والنفيس من أجل قضايا الأمة العربية، من أجل القضايا الإسلامية، من أجل قضية فلسطين. تعد قضية فلسطين قضية محورية، قضية إسلامية، قضية عربية، لا يمكن المساس بالشعب الفلسطيني ولا بالأراضي الفلسطينية. وبالتأكيد هذه الوقفات الاحتجاجية ما هي إلا دعم لهذه القضية، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني يستحق ويصل إلى مصافي كبيرة في هذه القضية. بالتأكيد نرفض التطبيع، نرفض الاحتلال، نرفض الهجمات ضد الأطفال، ضد النساء، ضد المستشفيات. بالتأكيد هذه الأمور كلها مرفوضة، وبالتأكيد وقفتنا الاحتجاجية هي دعم مثل ما قلنا قبل قليل، دعم للشعب الفلسطيني، وهذا أقل شيء نستطيع أن نقدمه للقضية الفلسطينية. قامت كلية الإعلام في الجامعة العراقية بوقفة استنكار على ما يقوم به المعتدل غاشم الكيان الصهيوني. طبعا أعمال الإجرامية لا تتوقف، والكلام والشجب والاستنكار لم يعد يكفي، وخاصة مواقف الدول العربية يعني صراحة مخزية بطريقة لا يتوقعها أي بشر. يعني الكلام إلى بداية ما لا نهاية. إحنا صار لنا 10 أيام نعيش معاناة، قهر، حزن شديد لما يحدث. ليس بأيدينا أن نقدم أي شيء. نتمنى من الحكومات العربية إذا هم لم يستطيعون أن يقدموا أي شيء أن يعطونا السلاح، نحن نذهب نحرر فلسطين بأبسط صورة، لأن الكلام لا يجدي. الضحايا كثيرين، الأطفال، العزل، عدو لم يحترم لا مواثيق دولية ولا مواثيق أخلاقية، وقام باستهداف المواقع المدنية والمستشفيات.